اهلا وسهلا فيكم مستمعينا وحتى مشاهدين من تطبيق الاذاعه ام بي سي راديوز، وبدا مشوار حلو الكلام. طبعا مشوارنا راح نتحدث عن المعرض العالمي اكسبو، والكل يدري ان في هذه السنه مع دبي، وراح ينظم معرض اكسبو 2020 في دبي فعاليه جديده بعنوان اسبوع المناخ والتنوع الحيوي. في إطار أسابيع الموضوعات المتخصصة، يعني في فترة ما قبل انطلاق الحدث الدولي، بدأت بأسبوع الفضاء يومين 5 و6 من أكتوبر، وحتى يمهدون لأسابيع موضوعات العشر اللي نظمها الحدث الدولي خلال الفترة إقامته من الأول من أكتوبر إلى 2021 إلى 31 مارس 2022. طبعا اليوم مستمعينا معنا ضيفتنا من الإمارات الأستاذة عائشة المرزوقي، هي المدير المساعد للاستدامة في إكسبو 2020 دبي. خلينا نرحب فيها. أهلا وسهلا فيك أستاذة عائشة. أهلا أنا خلالة، حيا الله حياك الله، مشكورة على الاستضافة. يا هلا والله، نورتينا أستاذة عائشة، وحابين في بداية لقانا معاك عبر أثير MBC FM نبدأ بالحديث عن أسبوع المناخ والتنوع الحيوي من إكسبو 2020 دبي. أكيد أسبوع المناخ والتنوع الحيوي مثل ما ذكرتي آمنة هو فعالية جديدة نظمها إكسبو 2020 دبي في إطار أسابيع الموضوعات المتخصصة في فترة ما قبل انطلاق الحدث الدولي. وطبعا الهدف من هذه الفعالية أن إحنا نمهد لأسابيع الموضوعات اللي راح ننظمها خلال فترة الحدث الدولي نفس ما ذكرتي، اللي هو من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022. وطبعا أسبوع المناخ والتنوع الحيوي كان ثاني أسبوع، الأول كان نفس ما قلتي أسبوع الفضاء، واختتمنا أمس أسبوع المناخ والتنوع الحيوي اللي قامت من 20 ل 21 أكتوبر. جميل جدا. طب خلينا نتحدث عن أبرز ما دار خلال المناقشات. أكيد طبعا شارك في الفعالية خلال فترة اليومين أكثر من 40 خبير وعدد من صناع التغيير والقادة في القطاعات المرتبطة بالبيئة وبالتنوع الحيوي. طبعا هذا غير أسرة إكسبو 2020 دبي اللي شاركوا، من بينهم الدول المشاركة في الحدث والشركاء الرسميين. وطبعا الفعالية كانت مفتوحة للجميع في كل أنحاء العالم، فحضر جمهور من المتابعين. وجرت خلال فترة هذه الفعالية خلال فترة اليومين بحث عدد من الحلول والنقاشات في مجالات العلوم والتقنية والتعليم والحفاظ على البيئة، والهدف يعني هي أكيد أن إدارة أفضل عالميا للتغير المناخي وحماية التنوع الحيوي. إحنا تعودنا أستاذة عائشة من إكسبو 2020 دبي على مبادرات مميزة، فيا ترى إيش هي المبادرات أو البرامج الجديدة اللي تمت خلال هالأسبوع؟ أكيد فتزامن مع أسبوع المناخ والتنوع الحيوي شاركت إكسبو 2020 دبي في عدد من المبادرات الكبيرة الثانية اللي تهدف لحماية كوكبنا وتصنع مستقبل أفضل للأجيال القادمة. من بين هذه المبادرات هي التحالف مع موانئ دبي العالمية اللي هم شركة تجارة دولية من فئة شريك رسمي أول، من فئة شريك أول رسمي لإكسبو 2020 دبي، وجمعية علم الحيوان في لندن بهدف الدفع نحو تحرك على مستوى العالم لحماية البيئة والكائنات الحية. وطبعا في وقت سابق في هالشهر انضم إكسبو 2020 دبي وموانئ دبي العالمية كشريك مؤسس التحالف العالمي في جائزة إيرث شوت. طبعا هذه الجائزة أسسها الأمير ويليام وأطلقتها المؤسسة الملكية لدوق ودوقة كامبريدج، وتوصف جائزة إيرث شوت بأنها أرقى جائزة بيئية في التاريخ. وتسعى المبادرة أيضا للتحرك بشكل مكثف لإصلاح الكوكب وتحسين الحياة في الأرض للأجيال القادمة، وهذا بعد الهدف حاليا في إكسبو 2020 دبي. استاذتنا خلينا نتكلم عن إيش هي أسابيع الموضوعات اللي بدأ إكسبو 2020 دبي بتنظيمها. نعم، فمثل ما هي التحضيرات مستمرة لاستضافة العالم لهذا الحدث إكسبو 2020، من ضمن التحضيرات هي الفعاليات اللي تمهد للأسابيع الموضوعية. لكن الأسابيع الموضوعات خلال فترة الحدث من 1 أكتوبر 2021 ل 31 مارس يسلط الضوء على عدد من الموضوعات المتخصصة، ومن ضمن هذه الموضوعات هي الفضاء، المناخ والتنوع البيولوجي،
التسامح، المعرفة والتعلم، السفر والاتصال، الصحة والرعاية، والغذاء والزراعة والمياه. وطبعا تهدف هذه الأسابيع بأن نجمع صناع القرارات من كل أنحاء العالم، قادة الفكر، وعدد من الفاعلين ضمن هذه الأسابيع، واللي راح تشمل إن شاء الله جلسات نقاش، مؤتمرات، حلقات، عشان إحنا يعني نستغل المنصة اللي توفرها أكسبو 2020 بي لتحرك وأخذ قرارات نحو تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ل2030. إن شاء الله يا رب، وبالتوفيق لكم وكل القائمين في هالمعرض الدولي إكسبو 2020 في دبي. شكرا كثير على تواجدك معنا عبر أثير MBC FM وبرنامج حلو الكلام. شكرا. يا هلا والله، وضحت لنا أستاذة عايشة يعني نقاط كثيرة من خلال أسبوع المناخ في معرض إكسبو 2020 بدبي. إذا مستمعينا، كانت مع الأستاذة عايشة المرزوقي، هي المدير المساعد للاستدامة في إكسبو 2020. أخذنا كذا صورة عامة خلال المناقشات اللي دارت فيها، أيضا المبادرات والمواضيع اللي بدأت فيها إكسبو 2020 في دبي.